powder pants. لبستهم مرة. أول option عم فكر فيه هو هيدا. I really don't know. شفتو هون ما في هالcontrast الكبير. So I added my usual stash. شو رأيكم حط؟ Okay. For the bag. Yep. That's what I thought. ظهر اتعشى مع رفقاتي. So let's do my makeup. يعني بتحسوا انه الطقس قصدا اوقات بيحطكم براسكم. مش عم بمزح. قد ايه صار لي مش ظاهره من البيت، يعني ظاهره انه ظاهره يعني لبس واتظبط وهيك، وكان الطقس بيعقد. بس قررنا نظهر. اليوم كان كل النهار مغيم وهيك مقت، بس لا خلينا ما نظلمه لانه شوب منه برد اكشلي. بس ماني حابة انه هلا تبرد بالليل واضطر البس جاكيت لانه بينتزع الاوتفيت. عالسيرة بينتزع الاوتفيت، انا بشتغل مع شركة امريكية، سو كانت one of our clients حتجي على لبنان مرة وقالت لي انه خلينا نلتقي وهيك، وانا قلت اكيد وكتير انبسطت. هلا هي اكبر مني بالعمر، يعني مش من عمري ولا حتى يعني حتى اكبر من جيل مام. تذكر كانت صيفيه وانا رحت بالبليزر، ما بعرف ليه يوميتها كنت لابسه كروب توب مع وايت بانتس وبليزر فوقهم، وكان انه شوب انه ما بدها بليزر. فانا وقاعده معها صرت اعرق، يعني it was so embarrassing. انا حدا ما كتير بيعرق، فبين علي اني I'm sweating. فقالت لي انه شوب انه شيلي، انا اول مره بشوفها، قالت لي شوب شيلي البليزر انه كتير شوب. فانا وقفت طلعت ما عرفت شو بدي اقول لها. بكل صراحه قلت لها لا ما في يشيل الاوتفيت بينتزع. فضحكت ضحك، قالت لي انتو جيلكم يعني تعملوا اي شيء كرمال المظهر. اكيد غيره بالفتره الاخيره كتير عندي ضياع، التركيز قلل عندي بهالايام ما بعرف ليه، وانا هالشي بيوترني. I need to be in full control. I need to be awake the whole time. هلا ليه عم بقول هيك؟ بتعرفوا هيدي الذكية اللي قدامكم شو عملت امبارح؟ بشتغل as a marketing manager ب an agency. So عندي client accounts على كل البلاتفورمز يلي انا يعني I manage. فاللي عنده experience بهالشغلة او بيعرف قد ايه الابلود صعبة اذا كنتوا عم تستعملوا واي فاي بلبنان. For example my video was ربع ساعة، شي 16 minutes I think، أخذ شي 4 ساعات تينزل. عنا 2 واي فايز باي ذا واي بالبيت، واحد منهم جبته أسرع من التاني، جبته كرمال شغلي وكرمال هودي القصص. فعلى السريع بياخد 4، فتخيلوا على التاني. الذكية اللي قدامكم مبسوطة إني حنزل ماي فيديو لأنه حضر وصار لي قد ايه مش منزلة فيديو، بلشت أعمل له أبلود و بس وصل على 95% بعد شي 4 ساعات اذا مش اكتر. انتبهت اني عم نزله على الشانل تبع الكلاينت ومش على الشانل تبعي، وانتبهت لانه على جنب بيكون محطوط the profile picture. فانا شفت اللوجو تبع الكلاينت قلت شو هيدا، ليه في اللوجو هون؟ بعدين قلت لانه هيدا الشانل تبع الكلاينت مش الشانل تبعي. انا اصلا الفيديوز تبع الكلاينت ما بنزلهم لانه الفيديوز تبعولهم بيبقوا طوال، يعني شي ساعة ساعة ونص. سو انا اذا بدي انزلهم من هون بياخدوا معي شي يومين ثلاثة تنزلوا. كتير قصص صايرة معي بالشغل من اكسيدنتس وما بعرف شو. برونز هايلايتر بالانر كورنرز. حنروح على بيروت اليوم. بتعرفوا اليوم شو عملت؟ شلت حاجبي من هون بالغلط، يعني هون صار فاضي ما بقى عندي حاجب. جايز هبل هبل بقى، لانه ادمني ليزي اني اقعد شيلهم بالملقط واتوجع. في هيك مثل ماشين صغيره بتشيل شعر، فاخذتها هيك واجيت وراح الحاجب.
فهلا انا معبيته بالميك اب. It's so funny عن جد. I'm a Libra. اول trait لإلي هي الانديسايسفنس، انه ما بعرف اقرر، وبس اخذ قرارات بخصوص شكلي، بس بخصوص شكلي بضل هيك بدي غير، بضل بدي تشينج، بضل انه بزهق. فكنت عم فكر اني قصه قصير. بعدين اصلا مثل ما بتعرفوا اني كنت حابه اعمل جينجر، ومن اول مره ما بيزبط، فبكره اخده موعد. فكنت عم بقول اعمله جينجر ولا اعمله بني، بس بعرف حالي انه هلا اذا عملته بني بدي ارجع شي نهار، يا سنة يا بعد سنة يا بعد سنتين، بدي اقول خليني اجرب الجينجر، ليه ما جربت الجينجر؟ فخلينا هلا اعمله جينجر، ارتاح من الموضوع، شوف اذا اللي بقلي منثبت عليه ومنكمل فيه، واذا ما اللي بقلي منروح منصبغه بني، وبلكي بقصه وقتها. بكره الحكم بيطلع، بس ان شاء الله اقدر بكره اعمل ترانزيشن للجينجر، يعني ان شاء الله يلقط على هاللون، بس مفروض انه ايه. بينا نجرب ام شريف دالي، بس ما بعرف اذا حنروح هلا، نحن على الطريق منقرر. لابسه هيدا الست قبل هلا، لبست هيدي لحال وهيدي لحال، بس ولا مره لبستهم سوا، بس انه كان عندي اوتفيت تاني براسي هيك ان اوف شولدر توب، بس اليوم برد جايز، فقلت يلا هيك هيك صارت، ولا مره لبست الست مع بعض، خليني البسه اليوم. بس لبسته مع ريد سوكس وهيدي اللوفر. تذكرنا انه في محل اسمه بوكو، قبل هلا جربنا نروح وما كان في محل، فكتير حابين اذا في محل we would go to بوكو instead of ام شريف دالي for now، لانه كتير سمعنا على البرجرز وهيك وقال طيبين، فان شاء الله يكون في محل. جيتكم شعري هون، بس I'm officially a ginger now. بعده منه هالجينجر جينجر، بس مع الوقت حيصير افتح. ما عبالي حط ميك اب ابدا، كتير كتير تعبانة، وعن جد ما عبالي اعمل شي. خليني نسكر هيدي، طلع مثل الزعران، ما كتير معي وقت للميك اب. ليه في جليتر على وجهي؟ اليوم حارجع احط الفاونديشن وهالقصص قبل الكونتور. هيدا الميبلين فيت مي فريش تنت، فيه SPF وفيتامين سي. اول ما جبته ما طقته ابدا، ما حبيته، بس هديك النهار قلت خليني انه بس let me give it another chance just to see انه how it is، وكتير حبيته. It's very lightweight وفيه SPF وفيتامين سي، ف it's so good. So this is shade نمبر 3. خلطته مع شارلوت تلبري، وهداك كمان بستعمله بشيد 3. انا كيف بدي اخذ لون؟ الشمس هون مش عم تطلع وبعده برد، يعني اليوم كتير برد على فكره، ما بعرف الطقس شو حاسس، فلا الشمس عم تطلع ولا عم تدفى الدنيا حتى اتشمس، واصلا هون البولز ما بيفتحوا، يمكن بيفتحوا لما تخلص المدارس يعني اخر ماي. توصل الصيفيه بكون بيضة مثل الدجاجة، وبعدين باخد شوية لون بتكون اصلا خلصت الصيفية، وبنرجع منكرر هيدا السيناريو. بعرف شو عملت، بس هيدا بعتقد افشل ميك اب بعمله بكل حياتي.
بس شو منحط لبستك؟ جايز امي كانت رح تخوتني لما رحت على اليونان، جبت لها هيدا اللبستيك من سيفورا لانه هي كتير بتحب البني. بتذكر وقتها جربتها، ليكو قد ايه حلوه، ليكو الكالر از سو بريتي. بس شفت هيدا الكالر قلت هيدا لامي، يعني هي كتير بتحب البني وبتضل تجمع باللبستيكس البني. فبتذكر جربتها طلعت عليها مش حلوه على هير سكين تون وهيك. هذيك النهار قلت انا كنت جايبت لها لامي اللبستيك، ما بقى شفتها، كنت انا حجربها. رحت قلت لها وينه بدي اجربها، قلت لي روحي شوفي، ما لقيتها، خربت الدنيا عليها وما لقيتها. قلت لها مش باينه، قال لي عندك، قلت لها انا بعرف ماي ميك اب لانه كل يوم يعني كتير بستعمل، سو بعرف شو وين، بعرف اذا شايفتها او لا. قال لي مش عندي. هلا اليوم عم فتش على شيء قمت لقيتها، كانت عندها. هي مات بس مثل الباودر، اتس سو لايت ويت. هلا حقوم البسه بسرعه، بلكي برجع بصور لكم بعدين. حالبس دريس لبسته قبل هلا، بس كنت لابسه الكوت عليه كل الليله فما حدا شافني فيه الا انستغرام، انستغرام شافني فيه. ف يوم ما حنتصور كنت حالبس غير دريس، بس اتس سو كولد اند ام نوت. صار عندي دايسون. I'm so happy and I'm so excited to try it for the first time. So خلينا نجربها مع بعض. بتعرفوا كم حدا قال لي هيدا احلى لون بتعمليه واصحى ترجعي تغيري. انا كمان هيك رايي صراحه، قلبي تبعها اهم من بيتي. عملت شويه هيك، حضرت كم فيديو وعملت ريسيرش. سو اوكي okay I think we're done مع التنشيف. I think هلا بناخد هيدي اللي بتشيل الفريز من على الشعر، ما بعرف اي وحده لشو، بس انا حاستعمل هيدي. يعني كل هالقصة كرمال هاي the air wrap. This is why everyone gets a Dyson. بيجي مع اثنين، انا حاستعمل هيدي. Like this. Okay. Guys, رجعت عم بستعمل الارفع. احلى. شوفوا الكيرلز، يعني اكثر صار في كيرلز. عم نكتشف اليوم، عم نكتشف. هيدي كانت my first time using the Dyson and I'm in love. صراحة I recommend this. Like it is expensive. It is on the pricier side of hair tools. بس بعتقد انه once you get this you don't want anything else. و plus هو منيح للشعر، فيه يعني a technology منيحة للشعر. بس ما عم بقلكم هيدا الريزلت ما فيكم تلاقوه بغير طريقة، أكيد فيكم تلاقوه. بس if you're thinking about getting a Dyson, get it. If you're not, you don't need it. You can get this result with another tool. بس if you want يعني كل شي سوا، Dyson is great. I love it. ليكو بشرفكم، ليكو ليكو. ما بدي أقول شي تاني، ما بقى أنا هيدا الشي ما كنت أقدر أعمله بالبيت لحالي. حتى بس روح على الهير دريسر كمان ما كنت اعرف اقول لهم انه هيك. بس هيدي I love it. I love it. خلص. That was it. And yeah. Bye for now.